بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي حبايبي متابعي قناة Let's Learn، النهاردة معادنا مع الحلقة الثانية من Helping Verbs. نرجع تاني ونفكر حبايبنا الصغيرين يعني إيه Helping Verbs. قلنا يعني الأفعال المساعدة، وقلت لحبايبنا الحلوين إن إحنا الجملة العربي أو Arabic sentence contains subject verb object، جملة العربي strong sentence، جملة قوية وبيبقى فيها فاعل وفعل ومفعول. إنما جملة الإنجليش الأمر يختلف تماماً. جملة الإنجليش جملة سوي كانت بيستام باي تسلف، ما تقدرش تقف لحلها أو لوحدها، وبالتالي بنجيب مع الفيرب اللي هو الوي الضعيف ده بنجيب معاه هيلبينج فيرب فعل مساعد. وقلنا في الإنجليش الأفعال المساعدة في الإنجليش بأكمله 3 هيلبينج فيربس، ثلاث أفعال مساعدة اللي هم verb to be بمعنى يكون، وده شرحناه في الحصة اللي فاتت أو المحاضرة اللي فاتت. اليوم تاني verb وده اسمه verb to have، وقدامنا على الشاشة اهو verb to have بمعنى يمتلك، بمعنى يمتلك. تمام. طيب verb to have ده، هل أنا هستخدم الباك تري أو الجريت تري، الشجرة العظيمة الكبيرة اللي هي كلمة have لحالها؟ يعني أقول لك هنا I have I have والكلام ده. قلنا إحنا مش هنستخدم زي verb to be كلمة be، إحنا هنستخدم البرانشز الفروع. زي ما verb to be استخدمنا البرانشز في present وفي past، في المضارع كان am و is و are، وفي past كان كلمة was أو were. نفس الكلام هنا هنستخدم branches present و branches في past، فروع في المضارع وفروع في الماضي. في present هتبقى have و has، have و has، ودول معناهم يمتلك. في past كلمة واحدة كلمة had، ادي هنا have و has present مضارع، وكلمة had هنا past اللي هو الماضي. تمام. نبدأ حبايبنا الحلوين في الشرح على بركة الله. أول حاجة هنا كلمة in present في المضارع كلمة have وكلمة has بمعنى يمتلك. هل have مع كل pronouns أو بمزاجي، ولا has مع كله بمزاجي؟ لا، ليها قواعد. The verb have or the helping verb have takes، الفعل المساعد have بياخد I, we, you, they، وده هنا حاجات plural اللي هي الجمع والإيه pronoun I والضمير I. إنما singular المفرد اللي هو he وshe وat بياخدوا has، ياخدوا إيه؟ has. تاني have بتاخد I, we, you, they، وhas بتاخد he, she, at. طيب ندخل على explanation أو explaining حبايب الحلوين الشرح. في عندي هنا ممكن زي ما عملنا في verb to be، ممكن ال helping verb الفعل المساعد يستخدم كmain verb كفعل أساسي، أو نستخدمه ك helping verb كفعل مساعد. ينفع؟ ينفع. طيب لو كان main verb فعل أساسي يبقى هو الفعل الوحيد في الجملة، ما فيش غيره. وده زي إيه حبايب الحلوين؟ لاحظ كده أهو I have supper at 9 o'clock، أنا بتناول supper اللي هي الوجبة دي هنا اللي هي بعد الفطار، اللي هي بتبقى وجبة كده خفيفة بتتاخد بدل العشاء. I have supper at 9 o'clock، بتناول السبر الساعة 9 بالضبط. تمام. استخدمت have هنا مين verb فعل أساسي. The second example they had a walk near the sea last night، هم اتمشوا فين؟ في بالقرب من البحر last night، ليلة أمس. هنا had a walk، had هنا مين verb فعل أساسي. بعدها هنا each class had 44 students، كل فصل فيه 44 طالب. هنا has برضو مين verb فعل أساسي، مفيش غيره، مفيش فعل تاني. نبص الجملة اللي بعدها علا has 3 sisters، علا تمتلك أو لديها 3 أخوات بنات. هل في verb تاني؟ لا، has بس، يبقى ده مين verb فعل أساسي. جملة بعدها they are having. لاحظ هنا كلمة having اهي، having جاية عشان الزمن ده present progressive مضارع مستمر، فهنا جات مضاف لها ال ing. تمام. لاحظ هنا they are having tea now،
يتناولوا العشاء الآن. I will have my prize. I will have my prize. أنا هتناول ال... أنا هاخد ال... ال... الجائزة بتاعتي tomorrow غدا. ده لو كان إيه main verb فعل أساسي. طب لو helping verb فعل مساعد نشوف. I have written my homework. هنا have written. Have written. لاحظ. Have ده هنا helping verb فعل مساعد. إذا ليه؟ لأن في main verb فعل أساسي اللي هو كلمة written. طب الإكزامبل الثاني. She has already packed her thoughts. هي بالفعل عبأت أو ملأت حقائبها. لاحظ هنا has helping verb فعل مساعد. طب وال main verb فعل أساسي packed عبأ ملأ. Third example. The bank has been stolen by clever thieves. البنك سرق بواسطة clever thieves اللي هم لصوص مهرة. لاحظ the bank has been stolen. Has helping verb وكلمة been هي ال- 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 عشان ده passive وهنا stolen ده الـ verb الأساسي فعل الأساسي. ده في الشكل إذا كان mean verb أو helping verb في الجمل الـ statement الخبري. طيب لو كان نفي how to change into negative or how to make a negative using verb to have إذا أعمل نفي باستخدام verb to have أهو. لاحظ حبايبي الصغيرين بننفي هنا verb to have بوضع كلمة not بعد have أو has أو had. إذا استنى سؤال في إيه؟ إحنا في الـ helping verb اللي فات اللي هو verb to be كنا بننفي باستخدام إيه؟ قال لك كنا بنستخدم بنطلع هنا do أو does أو did اللي هي الهادن المستترة ونحط بعدها كلمة not. أيوة أيوة حبايبي الحلوين ده عشان كان الهيلبن verb هادن مستتر. إنما هنا في الـ في الـ في verb to have الهيلبن verb هنا ده إيه مش مستتر مش هادن ظاهر have و has و had وبالتالي مش محتاج أظهره لأنه هو ظاهر بالفعل. طب بعمل إيه؟ بحط بعده كلمة not بشكل مباشر. طيب نشوف الجملة. إذا كان هنا I have not finished my homework. I haven't finished. إذا لاحظ هنا have finished. Have هنا إيه؟ helping verb ولا mean verb؟ لا helping verb فعل مساعد. وبالتالي بحط بعده كلمة not لأن القاعدة الأساسية إن أنا هنا to change the sentence into negative after put the verb not after the helping verb. يعني بعد الفعل المساعد بحط كلمة not. إيه ده؟ طب لو كان have أو have أو has أو had مين verb فعل أساسي؟ هل أحط بعده كلمة not؟ لا طبعا الأفعال الأساسية لا تنفى. إيه ده؟ وما اللي بينفى إيه؟ الـ helping verbs أفعال مساعدة فقط. وبالتالي have هنا فعل مساعد أحط بعدها not. طب لو كانت أساسي هنشوف بعد شوي. طب الجملة الثانية she has not been approached before. أهي has been. شوف حطينا بعديها not. We had not waited for a long time. Had not waited for a long time. Had waited for a long time. ده هنا helping verb فعل مساعد فحطيت كلمة not. طيب يجي بقى للسؤال بتاعكو حبايبي لو كانت have فعل أساسي أو هي المين verb فعل الوحيد في الجملة نعمل إيه؟ سهلة أهو. لو كانت have طبعا هتبقى نفيها don't have لأن have بتاخد I أو we أو you أو they وhas بتاخد وكلمة do برضو بتاخد I أو we أو you أو they فعشان كده نفيها بdo not have وhas بتاخد he وshe وat نفيها does لأنها برضو بتاخد he وshe وat does not have. إذا طب سؤال أستاذ استنى معلش في غلط في غلط في حبيبي لاحظ هنا يا أستاذ إن أنا عندي هنا have فبقيت don't have وهنا has don't have برضو أنت غلطان. لا مش غلطان ليه؟ لأن أنا قلت لك في قاعدة قبل كده verb to do must be followed by infinitive. verb to do سواء كانت إثبات أو نفي أو استفهام لازم تيجي بعد في النفي بتيجي دايما بعدها الانفينيتيف في المصدر وفي النفي يجي بعدها المصدر. يعني هنا don't have doesn't have حتى didn't اهي في الباست في الماضي had بقت didn't have برضو جات الايه الانفينيتيف. تمام حبيبي ندخل بقى على examples امثله. بص هنا I have my lunch at home every day. ايه ده
I have my lunch. أنا بتناول lunch الغداء بتاعي. شوف هنا at home every day في البيت كل يوم. تمام. طب الجملة هنا لاحظ هنا حبايبي عندك هنا الجملة عندي هنا I don't have. هنا I have فعل أساسي. I don't have. طب she has the prize but she doesn't have. ليه؟ لأن أنا استخدمت النفي don't أو doesn't. حتى في الباست they had but they didn't have. تمام كده؟ ربنا يبارك فيك. بص بقى للquestion how to make a question using verb to have. إزاي أعمل سؤال باستخدام verb to have؟ بنستخدم have أو has أو هاك كفعل مساعد بعد أداة الاستفهام. طب معلش في عندي ملاحظة بسيطة، لو السؤال عندي بنظام الهيلبن فيرب فعل مساعد، يعني example بيقول لي هنا he has watched the film، نعمل question بدل he has هتبقى has he، they have هتبقى have they، she had هتبقى had she. ده في الايه؟ في الهيلبن فيرب لو فعل مساعد. طب لو بكويشن وورد بأداة استفهام زي ده هنستخدم الكويشن وورد how long وبعدين have والفعل والتكملة الفير في الباست أو تصريف تالت أو أي كان. تمام. how long have you slept where have they seen you. طيب ده هنا لو فعل مساعد. طب لو أساسي بنستخدم طبعا do does with it زي ما احنا عارفين. where did you have lunch yesterday. أين تناولت الغداء بالأمس. Why does he have a new camera. تمام. أداة الاستفهام do أو does فاعل مصدر من هي اللي هي كلمة have وباقي الجمل. تمام. نيجي بقى لآخر حاجة حبايب الحلوين. choose اختار من have أو has أو had. أحمد space drunk some milk. يلا فكر حبايبي سيبكوا كده نص دقيقة بسرعة. أحمد space أحمد فراغ drank some milk. أحمد فراغ بعض الحليب. إيه ده الجملة دي present. يبقى have أو has. طب أحمد ياخد إيه. برافو 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 ياخد has. الله يبارك فيك الابن الشاطر اللي قالها هياخد has. تمام ممتاز ممتاز. طب الجملة الثانية our parents are the جمع plural. فراغ dinner last night. لا the past ماضي. ماضي يبقى بالتالي هاخد كلمة had بدون تفكير على طول هاخد كلمة had. برافو ممتاز ممتاز الولد الشاطر اللي قالها had. تمام. طيب the well هل كلمة well models أفعال ناقصة دايما يجي بعدها المصدر. the well space watch TV with us. هم هيتناولوا يشاهدوا التلفزيون معانا. the future مستقبل اللي هو على طول كلمة ايه يا حبايب الحلوين هتبقى well have لازم يجي بعدها المصدر كما هو will have. number four I فراغ have got three pens. I فراغ got three pens. sorry I فراغ طبعا I بتاخد إيه I بتاخد have يبقى هنا هتبقى I have got three pens. آخر example the lesson space pen written by أحمد. الدرس كتب بواسطة أحمد أو يكتب بواسطة أحمد يبقى هنا مثلا the lesson space been written هتبقى هنا إيه هتاخد هنا الدرس هياخد has been written has هي لأن lesson بياخد has been والpast participle عشان ده هنا نظام الباسيف. كده الله يبارك فيكم خدنا verb to have بشكل مبسط اللي هو الثاني فعل مساعد. وكان معاكم في الحلقة دي مستر عزت فوزي ربنا يوفقكم وهتلاقوا الورقة والشيتس زي اللي هو verb to do اللي فات في لينك في أسفل الفيديو حمله عشان تستفيد بيه وبرضو درس اليوم هتلاقي لي لينك تحت في أسفل الفيديو. أتمنى أن أنتم تحملوه وتتابعونا حبايب الحلوين طلاب ابتدائي وإعدادي أو متوسط. وإن شاء الله الحلقة الجاية هتبقى عن verb to do آخر helping verb فعل مساعد عشان نكمل الحاجات البسيطة اللي أولادنا الصغيرين محتاجينها. ربنا يوفقكم. كان معكم زي ما قلت لكم السر عزيز فوزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.